الرحمة من المقاصد القرآنية التي تكررت في أكثر من 200 موضع، والقرآن الكريم رحمة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو كتاب من اتبعه نال رحمة الله. وأنت تتلو القرآن عزيزي المشاهد، تذكر أنه ليس مجرد حروف كتبت بالرسم العثماني فقط، ولا آيات تهرع إليها عند فقدان قريب أو حبيب، بل رحمة تحتاجها أنت في كل أحوالك، في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة، في الخوف والطمأنينة. هذا القرآن هدية رب العالمين التي لا تغلى عليها هدية، ورحمته التي لا تعلوها رحمة، فلا تفرط فيه فيقسو قلبك وتقسو عليك حياتك. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم شباب القرآن بنسخته الرابعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الفضيل، والحلقة الرابعة من برنامجكم شباب القرآن بنسخته الرابعة كما ذكرت. وأرحب في بداية هذه الحلقة كما يقتضي الحال وكما هي العادة بلجنة التحكيم الموقرة معنا في الأستوديو لهذه الفئة، فئة الحافظ الماهر. أهلا وسهلا بكم، أنرتم في أول ليالي رمضان أو رابع ليالي رمضان، نحن ما زلنا في البداية. كما أرحب بمتسابقين المتبقين من فئة الحافظ الماهر الحاضرين معنا خلف الكاميرات، حيث تأهل إلى المرحلة الثانية 3 متسابقين، وغادرنا 3 أيضا، وما يزال التنافس قائما في هذه الفئة بين 10 متسابقين من أصل 16 كما هو موضح على الشاشة أمامكم. على بركة الله سأبدأ باختيار أول متسابقي هذه الليلة عن طريق القرعة كما هو الحال، وبحسب ما سيقع عليه اختياري سنعرف من أي محافظة وما اسمه. تعالوا معي. المتسابق أو المتسابقة معنا في حلقتنا الرابعة ستكون حنان هاني سعيد من محافظة تعز. سنتعرف على حنان في هذا الجرافيك الظاهر أمامكم على الشاشة، ثم أنقل الكلام والسؤال للجنة التحكيم. وعلى بركة الله. مرحبا بك يا حنان، ونود منك أن تختاري النموذج للأسئلة من 1 إلى 6. 5. أهلا وسهلا بالمتسابقة حنان، أسمعينا في السؤال الأول من قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولما جاءهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أحسنت يا حنان وبارك الله فيك. اقرأي في السؤال الثاني من أول سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قد قرأتها تمام، أنت في الآية الثانية. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أحسنتي، بارك الله فيك، وفقك الله يا حنان. السؤال الثالث من مقاصد هذه السورة التي فيها هذا السؤال أنها تحذر المؤمنين من سلوك مسلك الكفار وهو البطر وإظهار الكبرياء والعظمة ومراءة الناس، وهي مقاصد لا تليق بصفات المؤمنين. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. حسبك يفتح الله عليكم. أهلا بكم، استمعتم معنا للمتسابقة الأولى معنا في هذه الليلة، حنان هاني سعيد من محافظة تعز، وتلك كانت قراءتها. بارك الله فيك حنان، موفقة. سمى الله نفسه الرحمن الرحيم، فالله أرحم بعباده منهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب رحمة بهم. فإذا ما مر الإنسان بلحظة ضعف وغرق في الوحل وأحاط به اليأس، امتدت إليه رحمة الله لتنتشله وتدعوه إلى عدم القنوط. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الآن نترك الأستوديو عزيزي المشاهد لنذهب للميدان ونتابع ما سيدور فيه، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة مع متسابقنا الثاني عن طريق القرعة. تابعونا. أهلا بكم في الميدان. الرحمة صفة من صفات الحق تبارك وتعالى الذي وصف بها نفسه حين قال في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في الميدان سنبحث عن من يكمل 3 آيات بالقراءة الصحيحة للحصول على الجائزة. نتابع. نتكلم عن الرحمة، والرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اكمل لي بعدها 3 آيات أو 4 آيات بالقراءة الصحيحة وتحصل جائزة. لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تمام، واصل. إنه بعد هنا في سورة الزمر عن مفهوم الرحمة يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كمل لي بعدها 3 آيات وخذ الجائزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم يا أخي ما من قبل العذاب. أن يأتيكم يوم لا يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب. أنت أبرة حافظ بس مش يعني مراجع. طيب أنا ممكن أغير لك السؤال، ما عنديش مشكلة. الراحمون يرحمهم الله. تمام. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي. أيوه. حلو يا براء. البراء يحفظ الآيات ولكن لم يستطع أن يتلوها علينا بالشكل المطلوب، ولكنه أجاب على السؤال الثاني إجابة صحيحة. الراحمون يرحمهم الله، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. استحق الجائزة المقدمة من جامعة الرواد 30,000 ريال للبراء. مبارك يا براء، وفقك الله. يا سلام، استمرونا في البحث عمن يقرأ الآيات علينا بالشكل المطلوب وبتجويد مستحب للمشاهدين والمستمعين. تابعونا في سورة الزمر مفهوم الرحمة. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بتجويد اقرأ لي بعدها 3 آيات وخذ الجائزة. قل يا عبادي الذين أسرفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا من رحمة الله لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. تمام، ها واصل. وأنيبوا أيش؟ وأنيبوا إلى ربكم. حافظ هنا حياك الله مرتضى. في سورة الزمر في مفهوم الرحمة
يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اقرأ لي ثلاث آيات بتجويد بعدها خذ الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. حسبك يا أيمن، صدق الله العظيم. الأخ أيمن قرأ بشكل صحيح وبشكل مجود ومرتل واستحق الجائزة استحقاق تام. هذه جائزة أيمن 50,000 ريال مقدمة من جامعة الرواد. شباب نحيي أخي أيمن، حياك الله، هذه جائزتك. لأن اسمه أيمن طلع يعني حافظ، ما شاء الله عليك. أنا وأنتم الآن إلى الأستوديو من جديد لنستكمل باقي فقرات هذه الحلقة. مشاهدة طيبة، حياكم الله. قبل الميدان استمعنا للمتسابقة الأولى معنا في هذه الليلة، حنان هاني من محافظة تعز. الآن سأخذ القرعة لنكشف عن المتسابق الثاني معنا من هذه الفئة، فئة الحافظ الماهر. تعالوا نأخذ القرعة. إذن سيكون معنا في رابع ليالي رمضان المتسابق إبراهيم محمد ناشر من محافظة تعز. سنتعرف عليه في هذا الجرافيك الظاهر أمامكم على الشاشة، وأنقل الكلام والسؤال مباشرة للجنة التحكيم وعلى بركة الله. مرحبا بك يا إبراهيم، واختر النموذج الأسئلة من 1 إلى 6 عدا 5. 2. أهلا وسهلا يا إبراهيم، أسمعنا في السؤال الأول من قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسنت يا إبراهيم، بارك الله فيك. نرحب بالمتسابق في السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
الذي فرض عليك القرآن لراء. من السؤال القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن من الكافرين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب من ربك. قرأتها صح في البداية، قرأتها صح، أخطأت ما بعدها. اقرأ. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب من ربك. الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن من الكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الأخير، أرشدت هذه السورة التي منها السؤال أن المقصود من إنزال القرآن الكريم إرشاد الخلق إلى دين الله ومنعهم من الكفر والمعصية. فالقرآن الكريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. حسبك، فتح الله عليك. حياكم الله. استمعتم معنا لأداء المتسابق الثاني في هذه الليلة إبراهيم محمد ناشر أيضا من محافظة تعز، وفقك الله يا إبراهيم.
سأذهب بكم إلى هذه الفقرة الفنية القصيرة، سنشاهد ما سيدور فيها ثم نعود لمعرفة النتائج، من سيتأهل للمرحلة الثانية ومن سيغادر بالجائزة، وسنستمع لتعقيب اللجنة أيضا. تابعوا لتعرفوا. أنا في رحاب الله طاير، حر المنى سام المشاعر. بحر هائج اللذات زاخر، هائج اللذات زاخر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى سام المشاعر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى سام المشاعر. الشوق في قلبي ملك دامع، العينين طاهر. والشوق في قلبي ملك دامع، العينين طاهر. أمضي وفي يمنى يا روحي، المفاخر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى سام المشاعر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى سام المشاعر. النور في صدرك بحر، النور في صدرك بحر. هائج اللذات زاخر، هائج اللذات زاخر. أنا كالحسام، وإن يكن قلبك عطر الروض ساحر. أنا كالحسام، وإن يكن قلبك عطر الروض ساحر. أنا مؤمن بالله أمضي، خاطر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى سام المشاعر. أنا في رحاب الله طائر، حر المنى
صدرك بحر النور في صدرك بحر هائج اللذات زاخر هائج اللذات زاخر حياكم الله من جديد. وصلت النتيجة إلى يدي وكما أقرتها اللجنة، ولكن قبل أن أعلن بالأرقام سنستمع لتعقيب اللجنة برئاسة الشيخ نجيب العامري. تفضل شيخنا. حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. طبعا نحن ننبئ أنه أحيانا قد يسمع المشاهد صوت جميل للمتسابق، لكن يكون هناك أخطاء دقيقة في التلاوة، وقد يكون التلاوة ممتازة لكن يخطئ في الحفظ. هذه طبعا الأمور يرصدها المشايخ الفضلاء في اللجنة. الملاحظات التي ننبه عليها هو لابد من مراعاة الوقف في الابتداء، لأنه به يفهم القرآن. هذه لابد أن يتنبه لها الإخوة المتسابقين. شكرا شيخنا العزيز. إذن هذه كانت ملاحظات اللجنة. النتيجة وكما أقرتها لجنة التحكيم الموقرة في هذا البرنامج بالأرقام، حصلت حنان هاني سعيد من تعز في الحفظ من أصل 40 درجة على 38، وفي التلاوة من أصل 40 على 35، وفي الأداء من أصل 10 درجات حصلت على 8 درجات، أما في المنهج فالدرجة الكاملة 10 درجات. إبراهيم محمد ناشر من تعز أيضا قد حصل في الحفظ من أصل 40 درجة على 37.5 درجة، أما في التلاوة فقد حصل على 36 من أصل 40، في الأداء حصل على 9 درجات من أصل 10 درجات، وفي المنهج الدرجة الكاملة 10 من 10. إذا جمعنا الأرقام سنجد بأن حنان هاني سعيد حصلت على 91 من 100، أما إبراهيم محمد ناشر عبده فقد حصل على 92.5 الدرجة، وبهذا يكون هو المتأهل للمرحلة الثانية من هذه الفئة، فئة الحافظ الماهر. مبارك حياك الله، تفضل. أما حنان هاني سعيد لن تغادرنا خالية الوفاض كما هو الوعد والحال. هذه الجائزة مقدمة من جمعية معاذ العلمية، 200,000 ريال لحنان. مبارك عليك يا حنان، موفقة إن شاء الله في مسابقات قادمة. مشاهدينا، في رابع حلقة لنا من فئة الحافظ الماهر يكون قد تأهل معنا 4 متسابقين، وغادرنا 4 آخرين أيضا كما هو موضح في الشاشة أمامكم. وفي الحلقات الأربع القادمة نكمل تصفيات المرحلة الأولى لهذه الفئة، لنرى من سيتأهل معنا للمرحلة الثانية لذات الفئة. إن كنت لا ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنما يرحم الرحمن من رحمه. مشاهدينا، يضع الله الرحمة في قلب الإنسان فتزهر بها حياة الآخرين، فتزهر بها حياته الشخصية. وما أجمل الرحمة وهي تتجسد سلوكا حيا بين الناس، فكونوا رحماء يرحمكم الله ويشملكم برحمته، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. انتهت هذه الحلقة من شباب القرآن، ألقاكم غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد. على الخير، أراكم.